هعمل معاكم بقى دلوقتي عدس بطريقة تجنن. تعالوا كده أما نشوف إيه هي المقادير. عندي العدس، العدس الأبو جبة بتاعنا الحلو الأسود، يكون مسلوق، أهم حاجة ما يكونش مهري. عندي الطماطم الشاري هقطعها إنصص، لو ما فيش طماطم عادية ونقطع صغير. خيار مكعبات، فلفل مكعبات. عندي البقدونس والكزبرة، الزيتون اللي من غير بذر، عندي الأخضر والأسود، بصل أخضر حلقات، وبقى التتبيلة بتاعتي الجميلة، الليمون وزيت الزيتون ودبس الرمان والطحينة، ملح وفلفل وكمون وشطة وبابريكا وخل. أهو هجيب طبق التقديم هنا، يلا هنزل العدس كده، هحط الطماطم والخضرة بتاعتي الجميلة كده، الفلفل، والزيتون الأخضر والأسود والخيار. عايزه اقول لكم الطبق ده طبق كامل متكامل كده، تعالوا عشان يبقى ايه مكفينا، واقوم قلباه هنا يبقى كله ميكست مع بعض. يلا تعالوا بقى نعمل مع بعض الايه الصوص. هحط طحينه كده، وهحط دبس الرمان، كده البصل الأخضر، ونحط بقى ايه البهارات بتاعتنا. بابريكا والشطة، شوية خل مش كتير، بس الخل بيدي طعم يجنن للإيه للطحينة. نحط الملح والفلفل، والفلفل نعصر الليمون، الليمون بقى البلدي بقى حكاية، طبعا حكاية. شوفوا شوفوا جمال، اها كده، وهنقلب، وبعدين هحط زيت الزيتون. شايفين الجمال؟ يلا زيت الزيتون. الدريسنج ده دريسنج يجنن يجنن يجنن. تعالوا بقى ننزل بيه على الايه السلطه بتاعتنا الجميله كده اهو، ونقلب. شوفوا 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 ميكس ما حصلش. عايزه اقول لكم حلو قوي، مختلف، وجبة كاملة، ومش عايزة طبعا أقول لكم الحلاوة بتاعة الطعم خطيرة.